مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من جنبات الملعب أمير مولاي عبد الله. الإقبال من طرف الجماهير، جماهير فريق الجيش الملكي على سنة الصافرة من أجل تشجيع المنتخب العريق العسكرية. من أجواء استثنائية هنا مشاهدي قناة شوف تيفي بجنبات الملعب الأمير مولاي عبد الله، إقبال غفير جماهير الجيش الملكي، إقبال كبير. حضارة الله يحفظك. شوفي من توجه عجبتني عندك داك المقولة اللي درتيها بهذيك السفارة هذيك، هذاك فالخير على فريق الجيش الملكي واللي كنتمناو ليه حتى حنا بدورنا حد موفق يا رب العالمين، لأنه كيمثل ماشي غير مدينة الرباط وإنما تيمثل المملكة المغربية الشريفة، تيمثل الجمهور المغربي من طنجة إلى الكبيرة. هاديك جرب، هاديك تشوف هاديك وين تتصفر مزيان صحيح. عليك الصفر مزيان فوق هذه. شنو خديتي فوكس ولا موكس؟ غير الصفارة خديتي. خديتي الفوكس. احنا باقي لايف. لايف. الله يحفظك. الناس ديال التيران. اه. خاصنا شي حاجة مرحبا. شوف تيفي اختي. تحية للجماهير. نتمناو انا اجي هناك انا بالجماهير. الله يعينك واحد كلمة انتوما. نتمناو اللي حد موفق وتمشي على طبعا. اقبال مشاهدي قناه شوف تيفي كبير على السافرات من طرف جماهير الجيش الملكي اللي حاضرين بقوه، الالاف من الجماهير تتوافد من مختلف مدن المملكه المغربيه وليس فقط من تتوافد من مختلف مدن المملكه المغربيه وليس فقط من مدينه الرباط. طبعا مشاهدي قناه شوف تيفي نرى اجواء رائعه هنا، اجواء جميله هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، اجواء جميله هنا. صلوك لا كارمي وكاع بيضا ولاد لان هنا كنشوفوا اقبال كبير مشاهدي قناه.